ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نواصل اخبارنا، ومعانا خبر مهم عن النجم المصري محمد صلاح اللي يعني عليه كلام كتير جدا مع منتخب مصر وكمان مع ليفربول. لكن النهارده في مباراه مهمه جدا لليفربول في الدوري الاوروبي، النهارده احتمال وجود مشاركه لمحمد صلاح، ده اللي اكده كلوب في المؤتمر الصحفي امس، قال انه ممكن يستعين بخدمات محمد صلاح. هم عندهم ماتش مهم جدا في الدوري الاوروبي مع سبارتاك براغ التشيكي، وده ماتش مهم جدا. لكن استعدادات صلاح بقى ايه، او هو جاهز بنسبه كام في الميه؟ وقال انا هستعين بيه. دي يعني يمكن محمد صلاح رجع بعد الاصابه ثم تجددت تاني اصابته وغاب عن المباراه الماضيه لليفربول، لكن محمد صلاح بقى له يومين بيتمرن مع الفريق بشكل جماعي، ويورجن كلوب امبارح اعلن انه ممكن يستعين بصلاح فعلا. لكن فيما يتعلق بمنتخب مصر وهل محمد صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر ولا لا، قال كلوب انه مش هيعلق على الموضوع ده لانه ما يخصوش، وان في اداره تانية داخل نادي ليفربول هي اللي هتقرر اذا كان محمد صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر ولا لا في شهر مارس. الحقيقه يورجن كلوب هنا يقصد الجهاز الطبي لليفربول، عشان الاحمال وعشان هو راجع من اصابه اتجددت في فتره من الفترات، وبالتالي بعد ما اعلن منتخب مصر استدعاء محمد صلاح ضمن المحترفين لازم يكون في تفاهم واضح ورسمي ما بين ليفربول ومنتخب مصر. محمد صلاح نجم كبير ولاعب مهم وهو كابتن منتخب مصر، ومش معقول ان كل شويه يقولوا او يكون في مشكله بخصوص استدعائه او انضمامه لمنتخب مصر. احنا محتاجينه كنجم من نجوم منتخب مصر، محتاجين نستفيد من محمد صلاح، وكمان محتاجين نطمن على صلاح وانه جاهز طبيا بشكل كامل للمشاركه. نتمنى ان القصه دي تنتهي واننا نشوف محمد صلاح بيشارك مع ليفربول ومع منتخب مصر بكل قوه، ويكون تعافى بشكل كامل من الاصابه. اصابه محمد صلاح تجددها دي خلي بالك حط الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر في موقف يعني اقدر اقول ان هو شكله احسن من الاول، يعني لان الاشاعات اللي طلعت والكلام اللي طلع على محمد صلاح، ادي وطنيه محمد صلاح باينه 100% يا جماعه. محمد صلاح على المستوى الوطني محدش يقدر يشكك فيه. بتتكلم على واحد لحد دلوقتي الاصابه بتتجدد تاني وما رجعش قبل النهائي بالمناسبه زي ما اتقال والكلام ده كله. اذا الشق الخاص بليفربول هو اللي كان صح، ان محمد صلاح مصاب بالفعل وان هو هيتم تجهيزه بالفعل، وان هو لحد دلوقتي انت النهارده اول مره هيشارك محمد صلاح بعد ما رجعت له الاصابه تاني. والله اعلم هيشارك بنسبه قد ايه يعني، فاحنا بنتكلم في ان هو برضو الجزئيه بتاعت صلاح دي خدت ضجه اعلاميه كبيره جدا في بطوله افريقيا، وخدت شكل مختلف خلى يعني مش عايز اقول كلام على الاتحاد، لكن هي خلت محمد صلاح اتظلم قدام جمهوره في مصر هنا. الحقيقه يعني لازم نقول ان هو تم ظلم محمد صلاح وهو ما طلعش رد، ما طلعش اتكلم، كل اللي عمله بوست بس